نانسي بورقيبة. نانسي بورقيبة. ولاية بنزرت. ولاية بنزرت. صلى ديما منورين، أحلى بنزرت، صلى ديما منورين. بالطبيعة فما واحد ما يتبعش، فما واحد ما يتبعش فلسطين وقضية فلسطين. الناس كل مرضى ومحللنا شيء غير المهنة بتاعي معروف، أنا مغروم بها بالورد وكذا اللي خلتني باش نخدم ولا بقى ما حل شيء. لا احنا ناس لا راس عام ولا ربيو ولا تفتعنا بحد شيء، قلوبنا كل مع غزة ومع فلسطين، وإن شاء الله ربي معاهم وربي ينصرهم، وإن شاء الله ديما ندعي لهم، ديما من دايما نحاولوا ندعي لهم ونسبقوا لهم الدعاء. وقلت ربي ربي يظهر لهم حقهم وينورهم. الموقف التونسي موقف قيس سعيد خسيسن، هل انت كمواطن معاه ولا لا؟ انا بصراحه لا خوف ولا تميعه، برافو برافو للرئيس الدوله اللي نور العرب جمله، برافو سيد الرئيس اللي نور العرب جمله وحكاه في القضيه الفلسطينيه وتاثر معاه وجد صحيح، برافو. انا فخور بالرئيس وفخور للشيء اللي عمله والشيء اللي قدمه، فهمتني؟ رغم اللي معروفه تونس ديما برجالها وبقلبها، احنا لا طماعه ولا خوافه، كلمه الحق نقولها. وما هنا فينا شعره من شعره النبي صلى الله عليه وسلم، من شعره الاسلام، احنا ناس نخاف ربي وناس نحب بحمد الله. واقتراف يا اخوي، اقتراف اولادنا كيفاش صار فيهم، اقتراف بلادنا كيفاش صار فيهم، معناتها شيء اسف، معناتها شيء مرار راهو فيه بحمد الله. ولاد صغار مع عندنا اولاد وراهو في السيارات. برافو، تحيه سيد الرئيس، تحيه تحيه، وان شاء الله ديما القدام ورب ينصر ورب معاه. برافو جنوب افريقيا اللي بمجد الله اللي قدمت وعملت هكايا، كيفاش قدمت قضيه وتونس هي الوحيده اللي معناتها مترافعه. برافو برافو، شايف اخول العرب، شايف اخول تونس، ونفتخر بالشيء هذايا وربي معانا، وان شاء الله ديما ربي ينورنا وربي ينصرنا. برافو برافو برافو، ما كنتش متصور هكايا تونس للدرجه هكايا. انا تونسي ابا على جده، ما فخور ببلادي وفخور بتونس اللي وصلت هكايا في القضيه الفلسطينيه وتكلمت. برافو، تحيا تونس، ومحلاك يا تونس، ومحلاك يا بلادي، ان شاء الله ديما منوره، ان شاء الله ديما في العلال. صور واحد واحد، هو واحد، هو هذا المعلم يا اخويا. هذا مكان حظه.